السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم في أحسن حال. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله باش نهزكم معايا للمغرب وباش نمشي ونحضروا حلوة عريقة تقليدية من ألذ وأحلى الحلويات في المغرب، اللي هي حلوة الفقاس. الفقاس حلوة تقليدية معروفة في المغرب ومحبوبة عند الكبار والصغار. اليوم باش نحضروها بطريقة مختلفة شوية، باش نعملوا فقاس برستيج، باش نحضروه بالفستق اللي هو البيستاج والجلجلان. ان شاء الله الوصفة هذه تنال اعجابكم وتجربوها وتنجح لكم. وصفة بنينة برشا، ننصحكم ان شاء الله باش تجربوها وتتعرفوا عليها للناس اللي ما تعرفهاش. اليوم في الفيديو هذايا جبت لكم ضيفة معايا، ضيفة من المغرب، اختنا ربيعة فلاح. حضرت لنا حلوة مغربية تقليدية بنينة برشا ومزيانة في الشكل متاحة، اللي هي الغريبة العلكة. كما تشوفوا الشكل متاحة ما شاء الله يشهي، وطريقة التحضير متاحة سهلة مهلة ومكوناتها جد بسيطة. ان شاء الله تمشيولها للقناة متاحة، تو نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف وتتعرفوا عليها وتتعرفوا على الطبخ المغربي. وتو نتعداو باش نشوفوا مع بعضنا مكونات الوصفة متاعنا وطريقة التحضير. وتو باش نبداو بسم الله ونقولكم على المكونات متاع الوصفة. عندنا أول حاجة 3 بيضات من الحجم الكبير. الحجم متاع البيض يفرق معانا من بعض في العجينة. عندي لهنا ملعقة متاع قهوة مليانة من البودرة متاع قشور البرتقال، ملعقة متاع قهوة من البسباس المرحي، وملعقة متاع قهوة من حبة الحلاوة المرحية. وعندي أيضا 21 جرام من الخميرة الكيميائية. وهذه لهنا عندي 100 جرام جلجلان أبيض. إذا كان عندكم جلجلان بقشوره ممكن تستعملوه، الجلجلان هذايا ما حمرتوش على خاطر باش يتحمر من بعد في الفقاس. وعندي لهنا 100 غرام من الفستق اللي هو البيستاج، نقعته في ماء الزهر. هذايا لهنا عنده نصف ساعه توا ملي نقعته في ماء الزهر باش يطرى شويه ومن بعد يكون سهل في عمليه التقطيع. وهذه حاجه مهمه جدا لنجاح الوصفه نتاعكم. عندنا ايضا 2 اكياس من الفانيليا، ممكن تعوضوا بالفانيليا السائله. وعندي 350 غرام من السكر الحبيبات العادي، والسكر تنجموا تزيدوا شويه وتنجموا تنقصوا شويه، لكن الفقاس ما يكونش حلو برشا. عندنا 170 مليلتر من الحليب و170 مليلتر من زيت الزيتونه. تو من بعد نخلي لكم المكونات الكل مكتوبين في صندوق الوصف. تو باش نبداو نحضروا الوصفه نتاعنا مباشره. اكيد فما الفرينه ما قلت لكمش عليها، من بعد باش نجمعوا بها الخليط نتاعنا. اول حاجه لهنا باش نبداو بها، باش ناخذوا 3 بيضات. لهنا باش نستعمل العجينه، ممكن في العمليه هذه اذا كان باش ماكمش باش تستعملوا العجينه تستعملوا الفوي وتخلطوا بيديكم، والا تستعملوا الركاض هذيك النصف كهربائي اللي تشدوه بيديكم. لهنا خذيت 3 بيضات حطيتهم في الصحفه نتاع العجينه. كيما قلت لكم الحجم نتاع البيض راهو يفرق، مش كيما تستعملوا البيض نتاعكم يكون صغير والا متوسط، كيما تستعملوه من الحجم الكبير. باش نضيف عليه لهنا 350 غرام من السكر، كيما قلت لكم السكر عادي زي الحبيبات. وباش نضيف 2 اكياس من الفانيليا. بالنسبه للفانيليا تستعملوا على حسب المتوفر عندكم، فما اللي تكون ساشيات على شكل سكر، وفما اللي تكون سائله وفيها انواع متعدده، تستعملوا نتوما على حسب الموجود. المكونات هذوما توا باش نهز نركضهم مليح في الركاضه. لهنا توا حطيتهم يتركضوا حتى لين يذوبك السكر والخليط نتاعنا يبيض، ومن بعد نرجعوا باش نكملوا بقيه المكونات. هذايا هو الخليط نتاعنا، يلزم نتحصل عليه بالشكل هذايا. تو في المرحله هذايا باش نضيف عليه الكاس نتاع الحليب 170 مليلتر، ونضيفوا كاس الزيت حتى هو فيه 170 مليلتر، ونرجعهم يكملوا يتركضوا حتى لين يتجانسوا المكونات هذوما اللي ضفناهم توا مده ثواني، ونرجعوا باش نكملوا نضيفوا بقيه المكونات. لهنا توا بعد ما تخلط الحليب والزيت في المرحله هذايا باش نضيف شويه ملح، ما قلت لكمش عليه في الاول، ذره صغيره. وعندي لهنا باش نضيف الثلاثة مكونات هذوما نتاع الملعقة نتاع البسباس المطحون، وملعقة نتاع حبة الحلاوة مطحونة، وملعقة من البودرة نتاع قشور البرتقال. بالنسبة للبودرة نتاع قشور البرتقال إذا كان متوفرتش عندكم ممكن تعوضوها بالزيست نتاع برتقالة، وإلا بالزيست نتاع حامضة اللي هي السيترون، يعني القشرة ذيكا ترحيو منها شوية. وعندي لهنا 21 غرام من الخميرة الكيميائية، الخميرة متاع الحلوى ما يعادل 3 أكياس، الكيس من وزن 7 غرام. توا المكونات هذوما باش نرجعوهم يتخلطوا مليح،
ومن بعد نرجعوا باش نكملوا بقية المراحل. هذا هو توا الخليط متاعنا نتحصل عليه بالشكل هذية. توا في المرحلة هذية باش نكملوا نضيفوا ثلاثة مكونات أخرين. عندي لهنا الفارينة، خذيت لهنا كيلو 150 غرام، هذا على حسب القياس اللي نعمل به أنا ديما، وانتوما على حسب الحجم متاع البيض اللي باش تستعملوه. ضفت لهنا 100 غرام من الجلجلان اللي هو السمسم، هذايا لهنا ماهوش بقشورو وماهوش محمر على خطر من بعد باش يتحمر في الفقاس. اذا كان عندكم الجلجلان اللي بالقشور متاعو ممكن تستعملوه. هذايا لهنا الكمية متاع البيستاش باش نستقطرها من الماء متاع الزهر ونسقطوها في الخليط متاعنا باش هكاكا تتوزع في الخليط الكل ويجينا من بعد الفقاس متاعنا الكل مزين بالبيستاش. بالنسبة للأخوات اللي ما عندهمش ماء الزهر ممكن تنقعوا البيستاش متاعكم حتى في الماء. نخلطوا المكونات هذوما لهنا مليح باش يتجانسوا وباش نبدا نضيف في الفارينة بشوية بشوية. في المرحلة الأولى لهنا باش نستعمل السباتول نخلط الخليط بشوية، نضيف الفارينة ونخلط، ووقت اللي يثقال معايا الخليط ويولي يعني يصعب التخليط متاعو بالسباتول باش نستعمل يديا ونتحصلوا على عجينة تتلصق في اليد، لكن عجينة ملمومة. ما يلزمكمش تحطوا كمية كبيرة من الفارينة، أكثر من الكمية اللي عطيتها لكم باش يجيكم الفقاس متاعكم خفيف. العجينة متاع الفقاس تو تشوفوها كيفاش راه يلزمها تكون تتلصق، يعني وقت اللي توصلوا تجمعوها تدخلوا فيها الكمية متاع الفارينة هذه اللي قلت لكم عليها، وإلا ممكن تستعملوا أكثر شوية 40 غرام حتى 40 غرام 50 غرام ما أكثرش، لكن لازم ديما راهي تقعد تتلصق شوية في اليد. هذه هي توا العجينة متاعنا نتحصل عليها بالشكل هذا. لهنا ما عجنتهاش، لميتها فقط، يعني جمعنا العجينة وقعدت تتلصق في يديا، مشيت غسلت يديا ونشفتهم وتوا باش نعاود نلمها. كيما شفتوا يلزمها تقعد يعني بالشكل هذا تتلصق شوية، هكيك الفقاس يلزم يكون. إذا كان احتجتوا ممكن تدهنوا يديكم بشوية زيت باش تشكلوها، وإذا كان لقيتوها يعني ما تستحقش تغسلوا يديكم فقط بالماء وتنشفوهم وتكملوا عملية لمين العجينة. لهنا توا باش نروليها بالشكل هذايا، باش نعملها على شكل بودان ونقسمها على 3 قطاع ونرجعوا باش نشكلوها. لهنا باش نقطعها على 3 قطاع. انتوما اذا كان الطبق اللي باش تطيبوا فيه ماهوش كبير برشا تقطعوها حتى 5 قطاع، تعملوا دي بودان صغار باش هكاكا ينجم الطبق نتاعكم يهزهم لكم. لهنا توا خذيت القطعه الاولى كورتها بالشكل هذايا وباش نبدا نحل فيها هكا بشكل طولي حتى لين نتحصل على حبل طويل. تشوفوا الخشن نتاعو كيفاش يلزم يكون، تحلوه من الجهات الكل باش يبدا الكل نفس الحجم. وباش ناخذ لهنا الطبق، هذايا هو الطبق اللي باش نطيب فيه. كما شفتوا طبق كبير حطيت فيه الورق نتاع الزبده ونحطوا فيه البودان بالشكل هذايا، نحاولوا نستويوه باش يكون الكل نفس الحجم وننزل عليه هنا شويه بيديا دوبليش، نحلو شويه نعطيه الشكل هذايا وباش نكمل نعمل معاهم الكل نفس العملية. هذوما هما توالي 3 بودان حليتهم بنفس الطريقة وحطيتهم في الطبق. خذيت لهنا ملعقة متاع كاكاو مر، ممكن تستعملوا الكاكاو الحلو، باش نضيف عليها شوية حليب ونخلطهم مليح. لهنا توا هذايا هو الكاكاو نتحصل عليه بالشكل هذايا، يلزم يكون عقد، الخليط متاعنا يلزم يكون خافر، باش ندهنوا به توالي بودان متاعنا باش من بعد يعطينا شكل مزيان. باش ناخذ لهنا البانسو وندهنهم الكل مليح. لهنا توا باش ناخذ شوكه وباش نعمل فيهم امواج بالشكل هذايا باش نتحصلوا على شكل مزيان من بعد كيف يطيب الفقاس. واخر حاجه لهنا توا قبل ما ندخلوهم للفرن باش ناخذ كيغدون ونثقبهم الكل بالكيردون. هذايا العمليه هذيا سر من اسرار نجاح الوصفه هذه،
باش الفقاس ما يتشققش كيف ندخلوه للفرن ويترشق، خاطر اذا كان تشقق الفقاس ما يجيكمش الشكل متاعو ناجح ويتفرتت الكل من بعد. العمليه هذه مهمه جدا، تاخذوا الكردو وتوسعوا بالكم وتثقبوه الكل بالشكل هذا كما شفتوا، وباش ندخلوه في فرن بارد، يعني ما نشعلوش الفرن قبل ما ندخلوه، باش ندخلوه من بعد نشعل الفرن، باش نشعلوا الفرن من تحت فقط، ما نشعلوش الفرن من فوق على 160 درجة. هذا هو طول هنا حطيته في الفرن، كما تشوفوا حطيته في الوسط، وباش نشعل عليه من تحت فقط على 160 درجة مدة نصف ساعة، ومن بعد باش نطفي الفرن من تحت وباش نشعل عليه شوية من فوق حتى لين يشد روحه مدة 10 دقائق ونطفيه عليه ونخرجوه. تو من بعد ان شاء الله نرجع لكم باش نوريكم النتيجة اللي تحصلنا عليها. لهنا تو بعد ما طاب من تحت 25 دقيقة طفيت الفرن من تحت وشعلت من فوق ونزلت الطبق للوطا وباش نخليه مدة 10 دقائق ياخذ وجه من فوق. هذا هو تو الفقاس متاعنا بعد ما خرجته من الفرن، كيما شفتوا لهنا طايب نصف طياب، يلزم نتحصل عليه بالشكل هذايا، نكتفيو به يعني في الحالة هذه، باش من بعد نجمو نقطعوه، على خاطر من بعد ما نقطعوه مازلنا باش نزيدو نطيبوه في الفرن. تو لهنا خذيت منديلة بليتها بالماء وعصرتها مليح، المنديلة هذه باش نغطيو بها الفقاس، ونزيدو نحطو عليه منديلة أخرى، ونخليه يرتاح. من المستحسن إذا كان عندكم الوقت تبيتوه ليلة كاملة، إذا كان كنتو مزروبين تخليوه أقل شيء 3 سوايع يرتاح ومن بعد تنجموا تقطعوه. بالنسبة لي أنا خليته 4 ساعات ومن بعد إن شاء الله تو نرجعوا باش تشوفوا النتيجة اللي ولا عليها وكيفاش نجمنا نقطعوه، وكانت عملية التقطيع متاعو ناجحة من دون أي تفرتيتة وحافظنا على الكمية كاملة. كما شفتوا لهنا غطيته مليح. هذا هو تو الفقاس متاعنا بعد مرتاح، كما قلت لكم خليته 4 ساعات نتحصلوا عليه بالشكل هذايا، وتو في المرحله هذه باش نبداو نقطعوه. لهنا نستحقوا سكينه ماضيه مليح. لهنا تو بالنسبه لعمليه التقطيع انتم تتحكموا في الشكل اللي تحبوه، اذا كان تحبوه مستطول شويه تميلوا السكينه نتاعكم انكليني بالشكل هذا كما ميلت انا، يكون الشكل نتاعو ازين، وتنجموا زيدا تقطعوه صغير، ما تميلوش برشا السكينه نتاعكم. في نفس الوقت ما تقصوش خشين، الفقاس راهو يتقص جويد ما يزموش يكون خشين في التقطيع نتاعو، وانتم تتحكموا في الحجم كيما تحبوا. لهنا كيما شفتوا يتقطع بكل سهوله ونتحصلوا عليه بالشكل هذايا، كيما شفتوا ناجح ما شاء الله، لا يتفرتت لا يتكسر، وشكله مزيان. لهنا تو باش نكمل نقطعهم الكل ونبدأ من بعد نصفف فيهم في البلاتو ونعاود ندخلهم للفرن على 160 درجة ونشعل لهم من الفوق والتحت، وإلا تشعلوا من تحت فقط، وكي تطيب على الوجه التحتاني تقلبوهم على الوجه الآخر، يلزموا يتحمر عنا كما شفتوا في أول الفيديو. هذا يتوى البلاتو الاول باش ندخلو يتحمر كيما قلت لكم على 160 درجة ما اكثرش، ومن بعد ان شاء الله نرجع لكم باش نوريكم النتيجة النهائية اللي تحصلنا عليها. وهذا هو تو الفقاس نتاعنا طاب وحضر وجا ما شاء الله نودكم ومنشاهيكم، وصفة بنينة برشا على قد ما هي سهلة على قد ما هي بنينة، وكما شفتوا اليوم عملناها بالبيستاش شكلها راقي، وممكن نحضروها للسهرات الرمضانية وممكن نحضروها لعيد الفطر ان شاء الله جاينا على الابواب. ان شاء الله تجربوا الوصفه هذه وتنجح لكم، وممكن تعوضوا البيستاش باللوز والا اي نوع متاع مكسرات. اذا كان عندكم اي تساؤل اكتبوا لي في التعليق متاعكم نجاوبكم. نتقابلوا ان شاء الله في فيديوهات اخرين، واخر حاجه نقولوا الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي، ان شاء الله ربي يدوم علينا وعليكم النعمه، وقلكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.